بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على إرضائك بالتمام والكمال يا ربنا يا عظيم الشأن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورده. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني صلحوا ما فات من أمور مع ربي، كانوا يكذبوه، كانوا ينكروه، كانوا يشركون به، يصلح ما عاد ثم إلا الله واحد لا شريك له. وإذا كان ظلموا إنسان في قطع فيه وإهانته أو سرقته أو شهادة زور ضده لقصد إيذائه، أقول كله يحاول بكل طريقة باش يصلحوا ما فات، والله سبحانه وتعالى يفرح بمن هو آت إليه منيبا ومصلحا مؤمنا صادقا. وبينوا، أي بينوا على كونه طريقهم كان في ضلالة، وراوا للناس وبالتالي استقامت أحوالهم كيف أصبحوا سعداء ومؤتمنين في أرض رب العالمين، وكذلك من أهل الإيمان والأمان والإحسان وحب المولى جل جلاله عما نوال والسلام.